هاي بحكي معك قدرة العربية من سكان منطقة عين الحلوة. هاي عايشين فيها احنا هون على أبانا وجدادنا من 90 سنة. أنا مواليد 67، عمري تقريبا 52 سنة وأنا عايش في هالمنطقة، يعني قبل ما أجت دولة إسرائيل هون. ما منعينا شجر ممنوع، غرب بنا ممنوع، مي ممنوع، كهرباء ممنوع، كل الخدمات ممنوعة. بالعلم احنا شعب محتل، وشعب محتل الحكومة مسؤولة عنا، أي حكومة أي دولة مسؤولة عنا، ومش معترف إسرائيل مش معترف فينا نهائيا. عندنا أطفال بدنا نعيش في أرضنا وأمن وأمان، احنا وهم زي ما هم بنوا، أنا بدي أبني وأعيش احنا وهم. وين بدي أروح؟ وين بدي أطير؟